خاصة الحصة هذه بعد الفطور مع أمي صعبة. احنا قبل كنا نقراو في الجامعة، عاد الحصة نتاع ماضي ساعتين معظم الطلبة يبداو يشخروا بسبب أنها جاية في وقت فطور، وبسبب أن الماكل يعملوا هنا بالكربونات، فمن كلها مواد يعني كيميائية معظم الطلبة لهم عليها. أيوة، وصلنا في المصالح المرسلة، وصلنا إلى حكم المصالح المعتبرة، المصالح المصلحة المضاد، أمثلة على مصلحة المضاد. إحنا نزلنا في باب المصالح المرسلة. نعم، نشير على آخر شيء. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حكم المصلحة الملغاة، لا أدري كتبناها ولا لا. شيخ، ليه احنا خدينا عمومي وأمثلة على مصلحة المرسلة؟ أي الآن متحرش شوي. قلنا في المصلحة الملغاة هي التي تجعل عبارة لهذه النحية الشرعية. أي. فيجب تركها ولا يجوز في أي حال من الأحوال الأخذ بها ولا الانتفاع بها. آخر حاجة. هذا حكم المصلحة الملغاة. آخر شيء شفناه. نزيد ونقص بعض الأمثلة في قضية المصلحة المرسلة إن شئتم. بين المصلحة المرسلة التي ثابتة بنص أو كتاب أو السنة أو الإجماع أو الاجتهاد الصحيح. نأخذ أمثلة على المصالح المرسلة. أمثلة للمصالح المرسلة أو من المصالح المرسلة. مثال حي هو جمع سيدنا أبي بكر لي للقرآن. أحسنت، هذه المسألة اختلفوا فيها الصحابة، وثم من وافق وثم من اعترض، ولكن في نهاية المطاف الله سبحانه وتعالى يعني هداهم إلى أن يقدموا على هذا المشروع الضخم العظيم في توثيق وكتابة كتاب الله عز وجل. نذكر هذا المثال اللي هو من أعظم الأمثلة البارزة، تولي أبي بكر الصديق، تولي أبي بكر الصديق جمع القرآن الكريم، جمع القرآن الكريم لمصلحة، مقصود ماذا؟ مقصود حفظه، لمصلحة حفظه، لمصلحة حفظه في السطور بعد أن حفظ في الصدور، لمصلحة حفظه في السطور بعد أن حفظ في الصدور. فهذه المصلحة يعني منفعة كبرى للإسلام والمسلمين. فهذه المصلحة سميت مرسلة، سميت مرسلة لأنها، شكون يجاوب؟ يلا عاد استوعبت المبادئ، نتمنى أنكم قبل ما تجيو الحصة ترفعوا شوية قرينة، شد واحد مواكب كما يقال، هكا يا جماعة اللي يحضروا الامتحان ليلة صلاة الله راهو ما يستفيدوش، نقول لكم أنا ناخذ الدرس نروح للدار نلخصوه، ونلخصوه في ورقة يسمى الفيشة،
جذاء. فلما يجي في الامتحان نقول الجذاء تقع، لأن الجذاء هي تنخل وتغربل وتأخذ أهم النقاط وأهم العاصم بعد بس. فحاول ديما تعمل الطريقة دي إن شاء الله. لماذا سميت هذه المصلحة مصلحة جمع القرآن مرسلة؟ لأنه لم يشهدها نص لا قرآن ولا سنة، واضح؟ مرسلة مطلقة، لم يتحدث عنها القرآن ولا السنة. لأن نحط في هذه المصلحة سميت مرسلة، فهذه المصلحة سميت مرسلة لأنها لم يشهد لها نص خاص من كتاب الله أو سنة رسول الله، لم يشهد لها نص خاص من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما استنبط حكمها من عموم قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وإنا له لحافظ سورة الحجر. نذكر أمثلة أخرى، اجتهاد عمر رضي الله عنه، في منع التزوج بالكتابيات، كتابيات يعني اليهود والنصارى اللي عندهم كتاب سماوي، وإعطاء الأولوية للمسلمات، وذلك سدا لباب الإعراض، عن المسلمات وسيطرت الكتابيات على المجتمع. أمثلة معاصرة لابد أن نواكب المستجدات، أمثلة معاصرة للمصالح المرسلة.
تنظيم حركة المرور، تنظيم حركة المرور ووضع الإشارات الضوئية واللوحات، ووضع الإشارات الضوئية واللوحات الموجهة ومعاقبة المخالفين، ومعاقبة المخالفين. فكل ذلك يعد من قبيل المصالح المرسلة، فكل ذلك يعد من قبيل المصالح المرسلة التي تتلائم مع خضائع الشرع ومقاصد، تتلائم همزة على السطح، تتلائم مع قواعد الشرع ومقاصد حفظ النفس والأموال، حفظ النفس والأموال وتحقيق الأمن والسلامة. تحقيق الأمن والسلامة ودفع الأذى، ودفع الأذى والتهلكة. مثال ثاني، ثانياً تنظيم المراحل الدراسية الجامعية في التعليم، تنظيم المراحل الدراسية والجامعية في التعليم، وتقنين القبول والتسجيل والاختبار، وتقنين القبول والتسجيل والاختبار والتخرج والترقية، والتخرج والترقية. فهذه الإجراءات، لم ينص عليها بأعيانها، لم ينص عليها بأعيانها وأسمائها، بأعيانها وأسمائها وصورها، لم ينص عليها فعلا لم يسمى فاعله أو ضمير المجهول، لم ينص عليها بأعيانها وأسمائها وصورها، وإنما نص على كلياتها وأجناسها، وإنما نص على كلياتها وأجناسها ومبادئها، ومبادئها المتصلة بآداب التعلم والتعليم، بآداب التعلم والتعليم ومبادئ العدل، ومبادئ العدل والمساواة مربوطة، ومبادئ العدل والمساواة وتكافؤ الفرص، همزة على الواو، وتكافؤ الفرص.
مثال ثالث حادثة التضحى للمصالح، لأن معظم الأشياء المستجدة في الأوقات إداريا أو تنظيميا أو معاشيا لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كلها داخلة في المصالح. ثالثا تسجيل عقود الأنكحة والبيوعات، تسجيل عقود الأنكحة يعني يقولون نحن الصداق، كتابة الصداق هذه لم تكن في الناس السابقة. تسجيل عقود الأنكحة والبيوعات والإيجارات، الإيجارات يعني الكراء والإيجارات في الدوائر الحكومية، في الإدارات يعني في الدوائر الحكومية وفي المحاكم. كل ذلك بقصد حفظ حقوق المتعاقدين. نذكر إشارة أخرى، ويطلق على المصالح الموصلة كما من يسميها اسم أخر كذلك، إشارة للتسمية، يطلق على المصالح الموصلة كذلك مصطلح الاستصلاح. استصلاح يلسين وثاني صعب، استصلاح بين قوسين أي طلب المصلحة، أي طلب المصلحة ومراعاتها في الاجتهاد، أي طلب المصلحة ومراعاتها في الاجتهاد. حجية المصلحة الموصلة شيء عام صحيح، حجية المصلحة الموصلة
يذهب جمهور العلماء يذهب جمهور العلماء إلى اعتبار أن صالح بن سلام التي يرونها ثابتة بأدلة شرعية كلية وإجمالية وليس بدليل خاص مباشر. شبه من آخر مجالات العمل لمصلحة النسخة مجالات العمل لمصلحة النسخة لا يقع العمل بالمصلحة المرسلة في كافة مجالات الشريعة الإسلامية وميادينها وإنما يقتصر على بعض المجالات المحددة وهي تشمل المسائل الظنية التي يجوز الاجتهاد فيها كتقنيات بعض المعاملات والتصرفات والممارسات السياسية والوظائف الإدارية
وإقامة المشاريع العلمية، إقامة المشاريع العلمية والتقنية والإعلامية وسائر المصالح الحيوية اللازمة للمجتمع نعم مشاهدة عامة المجالات التي لا دخل للمصلحة المرسل فيها للمصلحة المرسل فيها أولا العقيدة الإسلامية فصل فمسائل العقيدة بين قوسين شئتم الإيمان بالله وأسمائه وصفاته والرسل والأنبياء والكتب والبعث نرق القوس لا دخل للعمل بالمصلحة فيها ولا يجوز تغييرها ولا تعديلها بدعوى جلب المصالح ودرء النفس فمسائل العقيدة من الثوابت والقطعيات اليقينية وهي توقيفية من قبل الشارع الحكيم ما الذي يقابل التوقيفية؟ التوقيفية هي مجال أرحب بالاجتهاد والنظر والقياس وإعمال الرأي وتخديم المخ إلى ذلك بعد مجال العقيدة الإسلامية اثنين باختصار ثانيا المجال الثاني يعني العبادات فهي كذلك توقيفية لا تقبل الاجتهاد المصلحي لا يسمح
الزيادة ولا بالإنقاص. فهو من الابتداع في الدين. فلا يعبد الله إلا بما شرع. فلا يعبد الله إلا بما شرع كما قال الإمام مالك رحمه الله. فلا يعبد الله إلا بما شرع. ممكن بعض الناس يرى المصلحة يجي يقول في أوروبا فلما ركت أكرها قالوا لماذا لا نغير صلاة الجمعة واليوم السبت لأنه يوم عطلة. شو مشكلة عمل هكا يعني نزاحة سحوها أصلا كانت نهار جمعة ونهار السبت نهار السبت يشتبه الناس ولا يوم الأحد بعض المقترح تقولي صلاة الأحد مع صلاة الجمعة صلاة السبت. هو كنت تشوفه من ناحية المصلحة الناس يرتاحوا يوم السبت ويوم الأحد فيتم الناس أكثر ومنقص حرج وكذا ومتتعطلش الأعمال. ولكن بما أنه هي عبادة توقيفية قد حسنها الشرع وأعطى فيها نص صريح حيث قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة ما قالش من أي يوم من أيام الأسبوع ما سماهاش الكمزيبة لم يرسلها ويطق حدد في القرآن يوم الجمعة وسمى صورة كان صورة الجمعة فلما جايبش بلي يوم السبت أو يوم الأحد على ما في المصلحة المعتبرة وكذا. يجينا كذلك واحد مكان أصحاب الدراويش أصحاب الطرق الصوفية يقول والله لا بأس شنو مشكلة نحن نزيد نلعب صلاة أخرى. فهو واحد يصلي الصبح ركعتين ما فيها بأس يوم الأربعاء كيبدا ناشط خاصة الأيام في الخميس ترفع علينا الله ترفع أعمال الله عز وجل ونوصل الصبح أربع ركعات علاش لا؟ كنا نعطي حلو ياسر يقولون هذا كلمة معقول لو كان ما جاش فما نص. قال بما أنه القرآن والسنة بين لنا حدود هذه العبادات وعدد ركعاتها وعدد ركعاتها غير ذلك فلم يجي هذا الزيادة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. كلمة الأمر تطلق على الدين فلا يجوز الشرع الزيادة أو الإنقاص في مسائل العبادات اللي هي مسطرة ومحسومة انتهى أمرها. الاجتهاد يكون في الظنيات والأمور الغامضة ما فيهاش نص. والعلماء عملوا قاعدة قالوا لا اجتهاد مع النص هي قاعدة معروفة لا اجتهاد مع النص. المجال الثالث المقدرات. المقدرات وتشمل الكفارات. وتشمل الكفارات والحدود والحدود والميراث. الحدود والميراث والعدة وأصول المعاملات المالية والعدة وأصول المعاملات المالية والأنكحة الزيجات والأنكحة والجنايات والجنايات وسائر الأحكام وسائر الأحكام التي قدرها الشارع التي قدرها الشارع تقديرا محكما وقطعيا التي قدرها الشارع تقديرا محكما وقطعيا والتي لا تتبدل بتبدل الزمان والمكان لا تتبدل بتبدل الزمان والمكان والحال والحال ولا
ولا تتغير بتغير المصالح والمنافع الإنسانية، ولا تتغير بتغير المصالح والمنافع الإنسانية. رابعا، كذلك من الحاجات اللي ما تتغيرش بالدعوة والمصالح والنفس، أصول القيم والفضائل. أصول القيم والفضائل ومكارم الأخلاق الإسلامية. الإسلامية التي لا تتبدل ولا تتغير. بتغير المجتمعات لا تتبدل ولا تتغير، بتغير المجتمعات وتظل أصولا جامعة، لسلوك الناس. وثوابت حاكمة للتصرفات الإنسانية. فالأخلاق والقيم تظل من أبرز الخصائص الدائمة، تظل من أبرز الخصائص الدائمة والسمات القطعية لدين الإسلام. مثلا إزيان الكتابة كالأصول الآن في عصمة، مثلا تغير في الأحوال خاصة في السلوك، صار مثلا انتشار الكلام الذي وانتشار الرذائل والعلاقات والمحرمات صار مظهر من مظاهر المجتمع. فهل نقرها مرة جاء واحد مختل عقائديا وفكريا اسمه فرج شهودة معروف مصري، هذا من الملاحدة الزنادقة الذين قبضت المحاكم في مصر بتكفيرهم وتفريق بينهم وبين زوجته، كتب دراسات وطعن في القرآن وتكلم في الأصول وجابوه استدعوها تونس، الزيتونة استدعى كان المختلين وكان الرئيس السقاط هالشكل. فجاء هنا معهم محاضرات مذكرة في التسعينات، فقال بئس ما قال وعبدوا فيه حلقات وكأنها شيخ شعراوي كأنها. قال المجنون هذا، قال المعروف ما عرفه الناس والمنكر ما أنكره الناس. رديت عليه الحمد لله في خطبة الجمعة، كنت نعوض الشيخ حسن السلمي
في جامعة الكمبيوس هناك كلية الحقوق، فأعطت له خطبة حامية ورددت عليه ولقنته الحجر في فمه هذا المجرم، وبينت حقيقة المعروف والمنكر، وأن المعروف ما عرفه الدين، ما عرفه الشرع، ليس ما عرفه الناس. إذا كان نترك الأمر هذا للناس والمقاييس البشرية، ففي كل عصر في كل سنة أمة ثم معروف ثم منكر، لأن تغيرت المقامات. أصبح الممسك الدين منكر والفاسق معروف، أصبحت المرأة مستورة غريبة كأنها جاءت من المريخ. إنسان متدين متمسك بشرع ربي، إنسان منبوذ، إنسان غريب، إنسان ما يصلحش يعني، يجب إقصاؤه. فهل هذا هو مقياس الشرع؟ كلا، بل المعروف ما عرفه الكتاب والسنة، ما عرفه الدين، والمنكر ما أنكره الشرع الإسلامي، هذا هو المقياس. يعني القضية مش قضية أغلبية أصوات. طبعا نحن نشوف مثلا ظاهرة شرب الخمر انتشر وتفشت بين الناس، وأصبحت كما قال المجرم هذا الزنديق في القناة التلفزية، قال البيرة رمز من رموز الوطن، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا، وقد عرضت عليه في خطبة الجمعة تحت عنوان أم الخبائث. فهؤلاء القوم يريدون أن يقلبوا الموازين الأخلاقية والثوابت السلوكية الإسلامية. لا، كما قال ربي قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. يبطل الحلال حلال، الحلال بين والحرام بين، مش أغلبية أصواتي. تو مثلا علب الجعة هذه يسموها الجعة، اسمها خمر، أكل الحقوق الحمراء بكثرة موجودة في الطرقات أكثر من علب الياغورت، ويبيعوا فيها الدكاكين العطر ويبيعوا في الخمر، والناس في البيوت بدون رخصة هكذا دوالك، وفي المغازات الكبرى وهالمجر. حتى أنا مرات أمام الجامعة في المسجد ألقاوا أكياس فيها علب خمر يحطوها تحت الجامعة، مرات يجيوا يعاقروا الخمر وهم بجانب الحائط بتاع الجامعة، يعني ينتهكون حرمة المقدسات من رب سبحانه وتعالى. مرة اقتحموا الجامع وحبوا يسرقوا الثرية، فما قالوا كيفاش يصعدوا الثرية، فجيبوا المصاحف، المصاحف وعملوها مثل الجبل وداسوها بأقدامهم وصعدوا على المصاحف فاقتلعوا الثرية. حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا حتى الكفار ما يعملوهوش، على الأقل يستحيوا من بيوت العبادة. نحن واحد يستحي يمشي يسرق كنيسة، حتى الكفر ما أظن يجرب شي سرق بتربي جامع، دين عندها قداسة عندها حرمة. نحن واحد اسمه علي محمد صالح عبد الكريم الداعي من تسبب الإسلام يقتحموا بتربي فيسرقوا. وذكر مرة مشيت نخطب في الكمبيوتر هناك في التسعينات، فلقينا مفاجأة غير صار، وقينا سرقوا المصلح والمكبر الصوت الأمبلي والميكروات كل هذو مشى. حسبنا الله ونعم الوكيل. لكن الطريف انه الباب مش مخلوع، محلول بالمفتاح، يعني يكون عملها كان الحاكم ما ليش واحد اخر، انه هم اللي عندهم المفاتيح، ولكن شيء رهيب يعني. حسبنا الله ونعم الوكيل والحمد لله. واخذ مع ذلك هذيك اتعس واتعب خطبه خطبتها في حياتي من بدون مصباح والكمبيوتر معروف، يعني يمتلئ الجامع والناس تجلس في الجنبات وفي المساحات الخارجية، يعني ألاف تحضر الحمد لله. فهذه معاناة كبيرة كنا نعرفها ونزلت متوصل إلى لها. فهل أن كثرة الميوعة وكثرة الموبقات تجعلها مباحة؟ هل تجعلها حلال؟ لا، هي قديمة الحلال بين والحرام بين. كيف تو الناس برشا ناس تعودت ننظر المرأة ينظر رأسها عليها وشعرها نازل هكذا وتتمشط وتعمل أمامه، هو عاد غار على أذهان بعض الرجال أنه هذه عورة يحرم النظر إليه. ولكن كما قالت أم كلثوم عودت عين على رؤياك، أن يتعودوا الناس على النظر إلى الحرام واستسهلوا المرضية. فحسبنا الله ونعم الوكيل. فنقول أن الحرام يبقى ديما حرام، لا يتغير بأغلبية الأصوات أو بكثرة ممارسته
أو بتواطؤ الناس على ارتكابه، يبقى الحلال بين والحرام بين. فالفضائل والقيم الخلقية هي من الثوابت التي لا دخل للمصالح فيها. شكون عنده إشارة؟ شكون عنده استيضاح؟ نزلنا عن صلاح إن شاء الله نخدم به، اللي هو توضيح وفي تتمة لهذه المعاني، يتحدث عن المصالح، الضوابط المصلحة، كيف نحدد هذه المصلحة من ناحية الشرعية. تفضلوا. ايش رايكم؟ قلت لكم اختكم لو عملنا لكم نحن ضوء احمر مش تخفوا فيه، وهذه من المصالح المرسله. اللي يحق الضوء الاحمر عمل مكروه ولا حرام ولا حلال عليه؟ اجيبوا. مكروه. وين الاصابع؟ ما اعرفش كنت كلمة. اللي يحب يتكلم يزيد. تفضل. مكروه. قلت لك مكروه. لماذا مكروه؟ لكن إذا تأكد واقف في الشارع خالي في قرية في بيتي لا فيها طائر كثير ولا سير لسيكي وخلية قفار والضوء الأحمر يرى بخمس دقائق، قال خويا مقعد قيل أنا غادي نرقد الدنيا مثلا حد يطولها كيف مثلا حد إذا ثم واحد جاي على يمين على اليسار كانش من السنة مشى طائر يقعد يوقف وهو مضطر وتشوفوا صلاة الجماعة ويعلم ربي بحاله ولا عنده مرأة مريضة ولا عنده غصرة ماشي مستعجلي، هل يوقف ولا يمشي؟ فأنت والمصلحة تقدير، حتى ظن الشيخ العثيمين لما سئل عن وقوف الضوء الأحمر قال هذا أمر يعني مصلحي اجتهادي، لا يجوز شرعا، لا يجب شرعا الوقوف في إشارة المرور إلا إذا ترتبت عليه مفسدك أختم بعدم وجوب الوقوف، لأن المسائل أحكام استنباطية اجتهادية ليس بها نص واضح؟ فلا تخضع يعني تخضع شنو المصلحة ونفسها، إذا ترجحت خطورة فيجب أن تقف، لأنه كما قتلت فيها موت، مرات واحد يفلت إذا به يتعدى شاحنة والعياذ بالله توقع يعني كوارث، فهذه تخضع للمصلحة ونفسها، ولكن الأولى الالتزام بها كما قلنا أحسن، لأنه الكوارث بتاع حوادث المرور والعياذ بالله ضررها وخيم ومصاريبها لا تحصى ولا تعد. فلا بأس يلتزم بها، لكن ما يقدسهاش تقديس النصوص، فرق بين أحكام الله، وذلك علاش الناس راهم ما يحترموش القانون؟ لأنه ما عندوش ذيك الهيبة والسلطان على القلوب، لما تقول هذه حرام، قال الله تعالى، الناس كل تخضع وتركع أو تنصاع، أما تقول قال فولتير وقال سقراط وقال شو اسمه هكا ألفا يوسف وقال الزنديق شو اسمه يوسف كذا لا أحد يحترم المثقفين ولا يحترم الفلاسفة ورئيس الدولة ورئيس الحكومة ومجلس التأسيس، الناس ينفخون ما يعتبروهمش ما يعطوهمش قدرة لأنهم بشر، أما كتبوا قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده هيبة، وهذا الفرق بين الشريعة وبين القانون الوضعي، الشريعة عندها سلطان روحي، أنت شوف الآن رغم ما ثمش دولة إسلامية ما ثمش خلافة ما ثمش شريعة ويجيك الإنسان يقول لك يا شيخ نحب نخرج الزكاة رب قلبي مريض رب يتحصر ونحب نخرج حق ربي، تعملوا بالحساب تقول له عندك مليون ونص زكاة يقول لك لا نحب نعطي الزملاين بالوفي، بينما كي يمشي يدفع على الضرائب يبدا يتحايل ويشوف المعارف ويعطي رشوة ويفلت ويتهرب، لأنه عرفها معظمها حرام إيتاوات وضرائب محرمة، واللي يدفعوا في المكوس والإيتاوات هذه هم الفقراء والصغار بينما الكبارات الطايف الجماعة السرياق وغير ما يفهم حد شيء البندية في البلاد واضح؟ في الإنسان مقهور يطبق القانون ده بالعكس عند المجتمعات العربية الإسلامية خرق القانون يعتبر بطولة يروح فرحان هرب بحق الضوء المرض ويبدأ عامل الشيخ الطايف في السماء وحاس وبطل لما يخرق القانون علاش؟ شكون يجاوبني علاش؟ فما سر في تجرؤ العرب المسلمين على الخرق ها؟ الاستبداد الظلم والاستبداد ولد عند الناس التمرد
وحب العنف شنو هو ورد الفعل غير ذلك واضح. وما عمل حتى دراسات اخرى عجيبه. مره واحد يحكي لي اشتغل هو في التسويق قال لي لاحظوا بالدراسات ان علم النفس الصناعي وعلم النفس الاجتماعي وعلم النفس الرياضي وعلم النفس التجاري ثم يعني علم النفس دخل في كل مجالات. باهي قال لك عمل دراسه لقوا انه اكثر الدول واكثر الشعوب استبدال وقهر هي اكثر ناس ينفقوا ويبذروا في الاسواق وفي المغازات. العربي كي يدخل يفرغ قلبه ويشري كل شيء مر به يشري حتى حاجات عنده في داره. فالتسوق وكثره التبضع هو رد فعل على الكبت السياسي اللي يعانيه الناس. امر عجيب انا والله استغربت سبحان الله. اي لا شاق ان يوسيف اي الشرائط نتاعو مش عقلانية يعني مجنونة. الشرائط المفلتة يشري يشري ويقول ما زلت مصيبة يعني بسبب شنو وراه بسبب القهر والكبت السياسي. انا حابب نذكر عام 2006 خمشي نعمل في دورة نتاع قداش الوقت ساعة؟ ثلاثة ونص؟ باهي خلينا نخدم بالي. عاد نعمل في دورة نتاع تربية أطفال وأنا مولع بالأطفال والحمد لله. فنجحنا في دار الفضل بها لباس وخلنا فيها شهي وكذا درسنا ديدابوج على نفس الطفل وطلبه. على درس فينا هكا يا استاذ منقوم في ست اخذنا هكا بعضها مسخور في الدنيا. عاد تقرني فينا كذا كذا نحكيو على القدوه. عاد انا رفعت صبعي يا حسابي لك الجبناء كي يا بابا قال اعطونا امثله على الاخطاء الموجوده في القدوه. رفعت صبعي انا قلت له ومعنا ما شاء الله حساب رجال ونساء دورة. قلت له فساد الحكام من اكبر اسباب انعدام القدره في المجتمع. قعد يدوح في راسه. قلت له كما مثلا الحاكم تاعنا نحن بن علي وجهه حمار مستحيل وذنه وقفت ولا يرقي وتوتر وكان يغمى عليه الرجل. وانا طاق 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 طاق. قلت له الرجل يعبدوهن في شريط اخت عبدته ما عرفش القنوات الكل ولا تونسيه تدوم السبعة اي عبدو كيفاش قاعد في القصر يتكيف وعنده سيجارة هكا نتذكرها هكا السيجارة هكا ضخمة كبيرة هكا الغيوم يسموه يتكيف. قلت له المخرجين نتاع الشريط هذايا مجانين متخلفين كيف ينعدوا اللقطة هذه كذا مرة يعاودوها. قلت له الناس راهم تطلع الحكام والرؤساء هم القدوة نتاع المجتمع الحاكم هو أب المجتمع هو القدوة هو الأسوة الحسنة. كل الشباب نتاعنا والاطفال يشوفوا الرئيس نتاعهم يبوخ ويتكيف في الغاليون بالطبع مش يقلدوه كما قالوا في الاثار القديمه الناس على دين ملوكهم. قلت له هذا خطا تربوي كبير فظيع وبديت نتكلم نجيب في الادله من علم النفس وعلم التربيه. قال لي بارك الله فيك سي جمال وبدل الموضوع ودخل في حاجه اخرى وينسي ويدعي في ربي كمان اسبوع باش ما يوقفوش خايف على راسه مسكين يعني شوف الجبن اللي نصنا. لا وانا تكلمت قال لي كيف الاخبار هذه قال لي هذيك سي جبالي سالك انا ذا تلفت لسان قال لي نعم كنت رحت في تابز انت نكرر ساق جمله يبرى في سيده المجرم يبرى في عافه الطاغيه حسب الله نعم الوكيل. فالمنكر يبقى ديما منكر والحرام يبقى ديما حرام حتى ولو كثر شيوعه بين الناس. قالت مرض نفسي كذا الخشوع على عدم الصلاة اكتئاب أرجو والله المرحلة بتاع البرودة التي يمر بها بعض الناس هذه مرحلة عادية قد تأتي فيزن الإنسان يحاول يعطي شيء من المنشطات ورب العالمين شوف ايش قال في سورة البقرة في رمضان قال شهر قد كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اياما معدودات. يعني الناس صعيب الشقوا بثابتين على التقوى عام كامل. في شيء شهر رمضان يتكبسوا فيه ويشحنوا فيه قلوبهم ويتزودوا فيه. نعم. الدواء لا انا لا انصحكم بطاعات هذه الادويه اللي اعطيتها للاطباء النفسانيين. ارى معظم اطباء النفس جهلا. لا يا بنتي ردوا بالك انت اخذ الدواء نتاع علم نتاع طبقة النفس راهم يعطيه ادويه مخدرات تهد الاعصاب وتجيب النوم وترخي.
المسلم لازم يكون مصحصح يكون فايق و لا انا بنصحكم ما تاخذوش هالقرصه دي هي يتعود عليها الجسم يولي كيما يتعود على المخدرات وبعد ما عاش النجم يتخلى عليها دمار نحن بفضل الله احنا بفضل الله الحل موجود يا بنات احنا ربي كرمنا بالقران قال تعالى وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين فالانسان يسمع يوميا القران والله قلبه يرتاح نفسيا سبحان الله العبادات يوضح على العبادات يكثر من الدعاء يتضرع المولى لو ايش يعمل الانسان يمشي كثير كثير بنفسه يقعد هذا تكي على كل واحد يقول له فرخ خلقك يبدا يشكي ويبكي راني لي راني راني كذا ومجرد ان يشكي فرخ خلقك يرتاح نفسيا فانت يشكي ربي في الصلاه كما قال كانت سيدنا عائشة تقول في الصحيح كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا حزنه امر فزع الى الصلاه مش فزع الى ظل نفساني فزع الى الصلاه اهل الاسلام ما عاد ما يعرفوش في أمراض نفسية وكثير من كانوا مشغولين بنتي الفراغ مش باهي الفراغ قاتل لازم تشغل نفسك تعمل مشاريع كثيرة مش الجمعية انخرط في العمل الخير يخدم الناس لما تكوني مهدودة ومشغولة بخدمة الناس وبالدعوة الله عز وجل وكل ما ترتاحي تسمع القرآن وتسبح وتذكر وتعمل برامج وقتها تولي مشاعر في غاية السعادة ما عادش تشرب بيه برك شكون مانع عندي نقص بشيء. قديش لي من عام شهر؟ 8 شهور دخلت سبيطار. شيخ أنا تابعت حالك وكنت معانا الوقت اللي مرضت تشوف في الدواء دخلت سبيطار تعبت أكثر وشاي وعملت رقية شرعية. إيش مرض؟ تعبت. الرقية إيش خلونا؟ عملت رقية وقال هو قال صحي. هي اللي كانت بدنا صحة وكذا عملت أدلة الصحة. والصحة اللي تخرج يتنحر الحمد لله وأهل سبب أهل قرار لإذنك دويشة بصحيح بنيتي أنا أقول لك عليك بالقرآن أنت بقى برويها يعطيك في الصحراء مش ما عاشت حتى القرآن ما عاشت معانا بناتي شوفي واحد راخ يزيد يرقيك مره اخرى واذا كان فما شيء نحي النبي صلى الله عليه قال يا عباد الله تداووا فان الذي خلق الداء خلق الدواء الحمد لله الانسان ما دام عنده قران لا باس نحن نفضل ربي كرمنا البلاد الاخرى ما عندهاش الدواء يعني نحن من فضل الله الانسان يسمع سوره البقره كما قال عليه الصلاه والسلام قال اقرأوا سوره البقره فان اخذها بركه وتركها حسره ولا تستطيعها البقره فلا باس ودعاء الصبح والمساء ان شاء الله فرض فيسبوك تواصل معاه تونسي؟ لا هو مصري أم على فرق جوزة كبيرة؟ على كل يشوف إنسان فيه قيد تواصل معاه بس تفضل سيدي بالنسبة كيف تردون على من يقولون أن في تطبيق الشريعة المشكل الأساسي أنه القانون الوضعي ينظم يعني يعطي التكييف القانوني للمسألة ويعطيك الفصل يعني لو أراد أن أخذ شخص مثلا يسأل في مادة الحقوق العينية عنده مجال الحقوق العينية بينما إذا أردت أن تطبيق تطبيق الشريعة معناها الإنسان معناها باش يلقى برشا فتوات مالك يفتي كذا الشيخ يفتي كذا أنتم كيف تردون معناها على من يقولون أن الشريعة مقننة وأول من قننها هذا العثماني 12% وش 80 عام عام كمجلة العدلية أول تقنين وقبلها بدأوا في تونس هكا المجال في العقود الالتزامات اللي عملها سانديلانا اليهودي هذاك وهو عملها مشايخ وراجعوها هذيك تقريبا منطقة ومجلة الجنايات أول واحد عمل المجلة تونس عمل مجلة الجنايات والحكام العرفي موجودة مأخوذة من المذهب المالك والمذهب الحنفي بنود فصول تك 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 أنا حتى عندي بيت في الدكتوراه بتاعي اسمها تجديد الفقه المالكي بالتقنين والتقرين وحكيت على التقنين حكيت على تغريد تاريخ التقنين وذكرت نماذج عند السلف وبديت رسالة كتاب القوانين الفقهية لأنه جزء كيف أنه مضبوط في شكل فصول وبعد جبت كتب أخرين في أحكام القضاء كتاب فصول الأحكام للإمام أبي الوليد الباجي بنود 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 فصول قانونية وبعد جبت مجلات معاصرة كمجلة الأحكام الشرعية على مدى السادة المالكية لليبيا محمد عامر فصول قانونية في المعاملات وفي الأحكام
علاقات الأحوال الشخصية والزواج والمعاملات. والشيخ محمد عز الجعيد عنده كتاب كامل كبير معتمد وكان قاضي شرعي وكلها بنود قانونية. الحمد لله في الشريعة مقننة وفي الشرق عملوا الآن شيء كبير، عملوا الشريعة يعني قانون الحكم الشرعية بالفصول وبالبنود، فأي واحد ياخذ ويحكم به. أظن بالعالي في الجنة ليه خطر ما طلعوش ولا يعرف ما يحبوش يقول. لا موجودة الشريعة مقننة مضبوطة الحمد لله ومكيفة ولا بس عليها. إذا أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم إنه غفور رحيم والله أعلم وأحكم. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.